المشكل هو اولا وقبل كل شيء هنا واحد التحيه خاصه لفريق الوداد البيضاوي بالتتويج ديالو بالعصبه وبالبطوله، وتحيه خاصه 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 للجماهير الوداديه اللي كتضحي بالنفيس والغالي. بالنسبه لهذا الماتش هذا لهذا الماتش اللي غادي يكون ان شاء الله نهار الخميس، هو راه ماشي ماتش ساهل صراحه مزيان، لان غادي تلعب واحد الكاس عزيزه 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 بزاف على المغاربه، هو كاس العرش. انا اولا وقبل كل شيء انا كنشوف الناس اللي عطاو التوقيت وعطاو هذا البرنامج ديال نهار الخميس غيتلعب، ما حطوش نقاط، يعني ما كانش واحد الاستشاره بيناتهم وبين الكاف وبين الجامعه، عاجوا وقالوا نهار الخميس غيتلعب وغادي يدخلوا الجماهير، رغم انه كان صداع على قبل الجمهور. مثلا فريق الرجاء البيضاوي كان عنده الويكل وجوج ويكلو وكان ممنوع عليه يخرج، والوداد اللي مدخله ورغم ذلك انهم قطعوا لي تيكيت ديالهم، رجاويين كنعرفوا ما قطعوا لي تيكيت ديالهم والوداديين منهم انايا، حتى كنتفاجئوا بهذا القرار ديال انه الماتش غيتلعب بلا جمهور وغيتلعب في العربي الزاولي. ما قرار ما تخدش الصواب ديالو، هو حقيقة هي كاينه شي مسائل غتكون شي مسائل امنيه وبيئيه، لان يعني التيران باغي يحافظوا على التيران ديالو، علاش؟ لان عنده واحد تظاهره كبيره، ولا هي هو كاس افريقيا ديال السيدات، اول خطره كيتنظم بغيناه يخرج داك الشيء زوين ونقي، ما سمعوش شي حاجه خيبه حقيقه. وتحيه للسلطات حتى هما، لا بالنسبه للدارك ولا بالنسبه للشرطه ولا بالنسبه للقوات المساعده ولا جميع المسؤولين اللي كيتكلفوا وكيجيو يسهروا من 5 الصباح حتى كيسالي الماتش، وكل واحد كيدخل لدارو ولا في الجماهير الرجاويه الوداديه، تحيه لهم كبيره. وكنتاسف ومازال كنتاسف لهذا الماتش هذا اللي هو اوقع. بالنسبه للتذاكر، خديت تيكيت، انا ما نكذبش عليك، انا ما غاديش نرجع انا باش صراحه، انا ما غاديش نجي نرجع باش نجي للدار باش ناخذ مثلا المبلغ ديال التيكيت، لا اللي عطى الله عطاه صافي. اما ما ان الكاف والجامعه اتفقوا وقالوا بانه راه كاينه غادي تكون مثلا مشاكل مور هذا الماتش هذا، ما عرفناش اش غادي يكون، حنا ما عارفين اش غادي يوقع، حنا كنشوفوا بان ديما فريق الوداد البيضاوي والرجاء اللي كيلعبوا راه الواحد فيهم كيربح. مثلا حيت سيرتو هذا الماتش هذا، هذا الماتش هذا راه واحد خصو يخرج رابع، اما بيوتا اما بيلانتيات اما اما اما، وهذا الشيء اللي كاين. انا المهم انا بالنسبه لي انايا ما غادي نتراجع، غادي نمشي نتفرج في الدار ونتفرج في قهوه، هذا الشيء اللي كاين. والجماهير انا كنطلب من الجماهير الوداديه والرجاويه يتفهموا هذه المساله هذه، وشوفوا هذه الشركه اللي هي كدير التيكيت وداك الشيء، نشوفوا شنو هو القرار ديالها والطريقه ديالها كيفاش غادي ترجع الفلوس او غتعوضهم مثلا في شي ماتش اخر، وهذا الشيء اللي كاين. اختي ما فهمنا والو، حنا الصراحه ما فهمنا والو، تتنعسات فيه مبروك علينا البطوله 22 والتشامبيونز ليغ، وان شاء الله تاع كوب ديترون اللي باغيين تحيدوه لينا صحه غادي نجيبوه، بس ما بغاو غادي نجيبوها بالجمهور بلا جمهور غادي نجيبوها. اما هذا الشيء اللي تيديروا مسؤولين ديروا قرار كاس افريقيا النساء ولا شي حاجه، راه دير بيه العالم كامل تيتفرج فيه، العالم كامل تيتسنى، عباد الله مقطع اوراقهم، الناس اللي حيدنا اوراق في ماتش تاع الفتح بين ميطا وميطا تيلوحوا لنا في التيكي، والتيكي دابا سلام. شنو هو دار لنا صبح حشيه؟ نصب حشيه لو ضعف حتى البرمجه، يعني حتى هما ضعاف، يعني انسان عشوائيه. حنا مواطنين ما تتبقاش عندنا قيمه في هذه البلاد، راه حنا مواطنين ما تنفهموا والو، واش بنادم اللي تيجي تينصب علينا ما فهمنا والو حنا، جوج وراقام ابارات باش نمشي امبريميهم بعدا عرفتي شحال ديال الطريق ضرب، حتى لا ضربنا دابا باش امبريمي وهذا، وتعاودنا الله سبحانه وتعالى، حنا راه ما تهمونا الفلوس، ماشي مشكل، حنا الفلوس الفرقه الدنيا، الفلوس 100 درهم ماشي مشكل، حنا ما قطعنا الا قطعنا للفرقه باش نتفرجوا في فرقتنا، حنا ما كنهضروش على الفلوس، حنا كنهضروا على الديرونجمون، انك انت خليتي شحال من حاجه وما عرفت شنو بزاف الحوايج عندك وغتسامح فيهم باش تسيبورتي فرقتك، هذه ماشي حنا نقولوا. هما اصلا الجمهور موقفين وصادر بلاغ تاع توقيف الجمهور ديال العام كامل. بيب الجمهور هذا هو اللي باش بقى فينا الحال، رجعتونا الجمهور حنا وياهم، تلقسوا لهم تا هما الوراق قطعوا تا هما ياك موقفين بصادر بلاغ جميع. شوف هما موقفين باش نكونوا واقعين، نكونوا قانونيين، هما موقفين في البطوله كاس العرش بوحده. هضره هذيك، لا كاس العرش بوحده دابا لعابنا تياخذ حمراء في البطوله، ما تيلعبش كاس العرش، ولكن اللعاب هذاك ماشي جمهور، راه بحال راه قرار واحد، حنا ما تنهضروش عليهم. رساله ديالنا المسؤولين، راه تضحكوا علينا، حنا ما بقيناش مواطنين معاكم في هذه البلاد، رجعوا لنا رزقنا في اقرب وقت، رزقنا حنايا راه تلعبوا لنا بمشاعر ديالنا، بنادم راه جاي من الصحراء ولا تشيكي ديري لي 1000 ريال وتريبيل 100 درهم. والله الا مقطعين 100 درهم. مع عائلة. مقطع انا 500 درهم. هذا شي وليد هو وليد هذا. 500 درهم اختي اللي مقطع دابا. انا والدار. مرته وجوج ولادو.
مقطع دابا تقريبا 500 درهم. يلا شكون اللي يعوضني من غير سيدي ربي؟ دعيناهم الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي كاين في الاول يعطونا قرار بان ما كاين لا جمهور لا هادي لا والو، ما غنشريو لا اوراق لا وما يطلقوش الشيكي اصلا ما يطلقوش. انت سبب، نقول لكم واحد القضيه سبب واهي. علاش حنا ديجا هما عارفين لاكان ديال النسوي ملعوب، عارفينه يعني ماشي شي حاجه اللي جات على غفله، عارفينه وعارفين الديربي غيتلعب. يعني هادشي هذا كنتو تاخذوا بعين الاعتبار. خلوا الديربي تتالف ولا اش غديروا في عوض تلعبوا في يومين ثلاث ايام؟ كنا نلعبوا في نلعبوا في مراكش، لعبوا حنا في اكادير، لعبوا في طنجه. انا امنوا لنا الطريق، امنوا لنا الطريق ماشي مشكل، نمشيو نديبلاصاو على قبل الفرقه. شوف السنغال ما عندناش مشكل، راه هذا هو اللي كاين. يعني المشكل اللي كاين هو المشكل، شكون اللي يدير هذا المشكل؟ الله اعلم. حنا هما المشكل اللي ما تنعرفوش ناخذوا حقنا وما تنعرفوش ندوا على حقنا، هما حنا من الاخر. Thank you.